من يوم عبد الرحمن صبري محمد يحيى حراب الذي مخفي قد له ولدي مخفي عني 7 سنين. هذا 7 رمضان وأنا محروم من ابني. أنا أشهد جميع المسؤولين يشوف القضية ابني. أنا في رمضان الله سبحانه وتعالى اعتق من النار وهم مش قادرين يعتقوا المساجين. يخلونا نشوف عيالنا نزورهم نطمن عليهم. يعلم الله كيف ابني كيف باقة المسجونين. أسأل الله أنه ربي يفرج عليهم جمعة بحق الشهر الكريم هذا. يا رب أسألك واستدعيك يا رب تفرجي على ولدي وعلى جميع المساجين. الناس عايشين احنا لنا 7 سنين لاني بسماء ولاني بأرض ولاني داري انه ابني حي انه ميت. اتقوا الله في بنا طمنونا على عيالنا هذا شهر كريم. يخلونا نزورهم نشوفهم يروحوا لنا عيالنا نشتي عيالنا بأحضاننا. اتقوا الله ابني له أهل بقعقعة ولا شيء وطالب جامعة سنة أولى كان عايش عيشة طبيعي لا له دخل لا بسياسة ولا بمحارب ولا بحوثة ولا بغيره ولا له دخل بأي شيء. أشتي أعرف إيش قضية ابني للآن ليش محبوس. نفسي أعرف في شيء ولا شيء بأولادنا سووا ولا شيء. يقولوا لنا أولادكم سووا كذا 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 لكن يخفوهم قصريا لا ندري إنهم عايشين إنهم ميتين. أني أناشد المسؤولين بحق الشهر الكريم هذا يشوفوا القضية ولدي عبد الرحمن محمد يحيى حراب. إيش يعرف ابني إيش يقرمه.